هذه حمله انضم المجلس الجماعي بتنسيق مع الجمعيه ديال رواد نادي المسنين في اطار الاعمال الاجتماعيه واللي تقوم بها المجلس. قررنا ان نساعدوا هاد الناس هادو اللي مرتدي النادي، نساعدوا الناس اللي ضعف النظر والناس اللي تحتاجوا لالات قياس السكر. وكانت هذه الحمله ان شاء الله اول حمله، ولكن ما غاديش تكون اخيره، وكاين في المستقبل في شهر رمضان ان شاء الله حملات اخرى في ميادين اخرى من غير السكر ومن غير ضعف البصر، كاين في مجالات اخرى ان شاء الله. وهذه اول مره ولكن ما غاديش تكون اخر مره ان شاء الله. حسين التهروي مسن ونخرط في الجمعيه ديال المسنين، وجينا اليوم استقبلوا هاد الناس بحراره وواحد مزيان باش ندلو هاد العمليه ديال العينين، ودوزنا على العينين والسكر، وكنشكر جامع هاد الجمعيه. والمسن كتعرف كيحتاج للراحه، كيحتاج لهاد الشيء، ما لقيناه في هاد الجمعيه ولقينا فيه جميع المسائل، وباقي ان شاء الله غادي يكون خير، وراه استفدنا مزيان من هاد الجمعيه، من هاد النظر والسكر. وكنشكروا جميع المسؤولين والناس اللي مكلفين بهذه الجمعيه هذه، والله يجزيكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بو مهدي عبد الله رئيس جمعيه رواد نادي المسنين، باسم الجمعيه والمرخصين ديال النادي كنهزوا التعازي ديالنا للسيده ام زهر مراكش للوفاه ديال الوالي ديالها، كما تنشكروا السلطه المحليه على راسها السيد الوالي والسي محمد ناكل على هذه المبادره هذه اللي غادي يستافدوا منها 40 ديال الاشخاص من صحيح البصر، وشي 50 ديال الناس من الات القياس المرض السكري. وتنشكروا جميع الناس اللي حضروا، الصحافه، وتنشكروا كل من ساهم في هذا التنظيم ديال هذه المبادره هذه، وتنشكروا الجميع. السلام عليكم ورحمه الله.